يا حافظ خزة بتمي رح اطوي خزة خزة رح تقول وين الشعوب لازم تقول خزة خزة كل اليهود جيش محمد سوف يعود خزة خزة رح تقول وين الشعوب لازم تقول خزة خزة كل اليهود جيش محمد سوف للخلفاء الرشيدين سقسيهم وش ندير وحنا ضيعنا اورشليم مش على تعدين لازم تعاود تخلق باش نديرو خيبر ولا غزوة الخندق فلسطين تبلوكات في الركام واليوم اسرائيل ولات كريمينال دوكام وقتها العلماء رايحين يفتيو للحكام باش ينوضو من الكراسي يروحو يهزو لي روكاتا كتر سكاتا والناس الصمتة بصح ما تخافش المقاومة ديما صمدة مازال الصبرة ربي عنده دي صلدة راحو لبسو دي كومبا وداروا عقيدة صلبة لكن وصلنا بنسانا برجلنا نكفي معاكم خلي ليهم ترجمنا خطك عجلنا قال الرسول اللي جانا قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة خزة خزة رح تقول وين الشعوب لازم تقول خزة خزة كل اليهود جيش محمد سوف يعود خزة خزة رح تقول وين الشعوب لازم تقول خزة خزة كل اليهود جيش محمد سوف يعود اليهودة قاعدة تهدم وتهدد والعالم كامل لو خرج بعينه يردد إسرائيل قتلارة يا أفعالكم قديراية أحفاد القرادات قرندار المصير راه يتحدد والقبور تاعكم كل راه يتحلد القرآن في آيات كتيرة تحدد وتقول بإذن الله ترجع أمة محمد لازم الواحد وصفوف والصفات ونديروا صفقات بالصدق والصدقات نكثروا الصلات بالعلم والصلوات اللعنة تجيهم من الأرض ومن فوق سبع سماوات يا ربي هم تخاف البلاد كلهم في الساق راحوا كثروا الفساد يا ربي انت يا هازم الأحساب حطمهم وصب عليهم صوت عذاب خزة خزة رح تقول وين الشعوب لازم تقول خزة خزة كل اليهود جيش محمد سوف يعود خزة خزة رح تقول وين الشعوب لازم تقول خزة خزة كل اليهود جيش محمد سوف يعود خزة خزة رح تقول وين الشعوب لازم تقول خزة خزة كل اليهود جيش محمد سوف يعود خزة خزة رح تقول وين الشعوب لازم تقول خزة خزة كل اليهود جيش محمد سوف يعود خزة 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 غزة 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 الله أكبر بارك الله فيكم.